أفندينا البرنس ما صحيش؟ لسه الساعة بقت 11 سموك هترجع مرة تانية؟ ها؟ مش عارف اسمع نعم خد الظرف ده اديهوله لما يصحى وقول له اني هفوت عليه تاني حاضر كده ولما يشوفك البرنس هيعمل ايه يعني؟ انا مستغني يا اخي مفيش حد احسن من حد وعيتك سودة البرنس صحي وطلب القهوه ده منبه وفين القهوه؟ اتفضل مين اللي جاي؟ حد من الديانه؟ لا ده النبيل عمان تاني يا سيد جاوب لك انت تقيل قوي على الله يكون في اعانه احسن البرنس بتاعنا حالته قرب قوي تبقى فرجه انا قلبي حاسس ان احنا هنقبض ها ده بعدك تراهني على نص ريال اراهنك ولو ان ده يبقى اول نص ريال دخل جيبي من 3 اشهر لازم النبيل حماد بعت اعانه علشان بيقبض من الحكومه كل شهر 200 جنيه ايش معنى البرنس بتاعنا ما بيقبضش ولا نكله عماد كان عنده اموال دخلت كلها الحراسه عشان كده بيقبض ما هي عشان كده البرنس بتاعنا باطو والنجمة فرت كل صلوته واصبح عايز تفلات على حساب العيلة لكن دلوقتي خلاص تكيات يوم يوم ها طمني الجواب فيه فلوس نقبنا جيها على شغلك ازاي النبيل عماد عايز سلفة محجوز على هدومه وجايب محضر الحجز علشان البرنس يصدق ابقى كسبت الرهان ايدك يا حلو على النص ريال طب حلمك عليا انت فاكر لما كنا قاعدين في قهوه سليمان في اول يوم رمضان ايوه فاكر فاكر لما طلبت مني نص ريال عشان تجيب باكو دخان لا مش فاكر خلينا في الجد الجد نبقى خالصين افندينا امر بالفطار هنفطره منين ولا هو داري ان احنا بنصرف على المطبخ من جيوبنا يا وحشه يا هلفوت انك انت توكل البنت يا بني ادم ربنا قال من اطعم يتيما له الجنه ما قالش بقى من اطعم برنسا يا بنتي يا سيدي يا رب بالفطار كم مرة أمرتك عشان ده من نفسه يا فندم بيفز الفوق بيفز الفوق أيوة طيب أنا هعرف أقدمك مين طلب المقابلة امبارح؟ حاضر 20 مكالمة تليفونية من النبيل عماد ده قبل الحرارة ما تنقطع وإيه اللي قطع الحرارة؟ المصلحة يا فندم الاشتراك ما اندفعش يا فندم البقال مرضيش يدينا حاجه 9 مرات طلب الاذن بالمقابله يا فندم مين البقال النبيل عماد النبيل عماد النبيل عماد النبيل عماد كله ما يجيش هنا ابدا ما عنديش مفهوم يا فندم دي اوراق اتعرض علينا شويه فواتير بسيطه يا فندم فاتوره التليفون والترزي والويسكي والسيجار مش هدفع عشان ما عندهمش ادب يبقى مش هدفع خونة ايه ده؟ ده فلافل يا فندم معمولة من ايه دي؟ فين الفطار بتاعي؟ البقال قرر قطع العلاقات وبعت الفاتورة القديمة يا فندم فاضل يا فندم عريضة واحدة خدم سموك بيتقدموا بالتماس انك ترفضهم خلاص مرفوضين كلكم انا كنت مخليكم بس من باب الرأفة ستين داهية
سموه. لا انا ما اقدرش اسيبك، انا شايلك على كتفي وانت صغير، مش عايز اشوف وش حد منكم. يلا افندينا برا، كلكم خونة زي بعض برا. ربنا معاك يا سيدي. وبعدين يا عم عثمان. عم عثمان ازيك يا عم عثمان؟ وازاي بابا؟ بخير يا ستي، ربنا يخليكم ويصلح الحال. كتر خيرك يا عم عثمان، ابقى تعالى. اجي يا ست، انا ليا مين غيركم؟ بس اعملي معروف يا ست، لازم تشوفوا طريقة. ضروري، اطمن. مع السلامة. الله يسلم. ايه الحكاية؟ بابا ماله؟ بابا عيان؟ بابا الخدامين سابوه، والتليفون انقطع، حتى الأكل مفيش. بابا هيجوع يا جيهان. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ لازم سالم جوزك يتدخل. هو بيتصور حاجة اسمها سالم. يعني هنسيبه كده؟ لا، احنا لازم نروح لسالم دلوقتي حالا. يلا نلبس. يلا. بس انا خايفه لا كريمه تزعل. ليه؟ عشان المطبخ عليا النهارده. لا دي قلبها طيب. اقول لك نفوت عليها احسن. طيب. كريمه. اهلا مرات اخويا. يا روح مرات اخوك. احنا النهارده هنتغدى من ايديك الحلو. النهارده الدور عليك ولا يعني عشان في تخريط بصل؟ ابدا وحياتك، بس عندي مشوار ضروري. وانت كمان هربانه؟ ايوه. بختك وحش، كنت هديلك درس في المسقعه. صينيه البطاطس وحياتك في الاول يا كريم. طيب فوتي دي على بابا في الجنينه وانت خارج. بس كده من عينيا. باي باي. صباح الخير. يا صباح الخير، ايه الجمال ده كله؟ اللهم صل على النبي. بعدين معاك بقى يا عم، انت الظاهر حاطط عينك على جيهان. من ايد ما عدمهاش. لو كان ليا ابن تاني غير سالم ما كنت سبتك تتجوزي بره ابدا. كانك جوزتهولي يا عم، مش تشوف لي بختي النهارده بقى يا عم. صبرك عليا يا ستي. برج الحوت، برج الحوت، برج اهو. تسعدين بمقابلة عظيم. مظبوط يا عم، اصلنا هنفوت على سالم. باي باي. باي باي. مع السلامة. ترس الكورونا عاوز يتغير. حاضر يا باشمهندس. فك وغيره. حاضر. ست في المكتب يا باشمهندس. طب انا جاي حالا. يا ما حاولت اتصل بيه من شهر واحد بس، قلت له في التليفون يا سيدي قابلني، يمكن لما تشوفني وتكلمني تهضمني. قال لي ما احبش اشوفك، وقفل السكه في وشي. اهو نعمل اللي علينا يا سالم، وكمان الظروف اتغيرت دلوقتي. حاضر نروح. سالم يا بابا جوزي. وحشتني يا بابا. جوزك يا ست ميرفت اللي اتجوزتيه من غير رضايا؟ جاي هنا يعمل ايه؟ جاي اطلب رضاك وننسى الماضي. عاوزني انسى ان بنتي اتجوزت ميكانيكي؟ هو عيب اني ميكانيكي؟ يا بابا سالم متخرج من كلية الهندسة. أنا ابتديت السلم من أوله علشان أعيش من بركة العمل اليدوي، والحمد لله ربنا فتح عليا، ودلوقتي عندي غير الورشة مصنع كبير للشاسيهات. وعندنا كمان يا بابا قرشين كويسين في البنك، وفيلا لطيفة في المعادي. ها
عايشه فيها باي صفه. على عليهم مش كده؟ انا عمري ما عشت عالة على حد. من يوم ما عشرت عيلة سالم وانا حاسه اني خرجت من سجن الفراغ اللي كنت عايشه فيه هنا. انا والحمد لله عايشه بمجهودي، برسم صور وابيعها يا بابا. طيب وجايه هنا ليه؟ انا مش طردتك؟ طردتني عشان ما رضيتش اتجوز النبيل عماد، لكن انا عندي امل انك تغير رايك. وانا عندي امل انك تتنازل وتقعد معانا كم يوم في المعادي. وحياتك يا بابا. اروح اقعد عندكم انتم؟ انتوا لازم حصل في مخكم حاجه. طب بلاش تيجي انت، نيجي احنا. المهم يا بابا اننا نعيش سوا. ايه ده يعيش هنا بزيته وشحمه؟ يلا يا ميكانيكي على الورشه بتاعتك، يلا يلا. وانت يا ست جيهان مستنيه ايه؟ دوري لك انت كمان على واحد عجلاتي عشان تتجوزيه. المساله مش مساله ميكانيكي او عجلاتي، مش المهم الواحد يبتدي بايه، المهم الواحد يصل لايه. وما تنساش يا بابا ان جدنا كان دخخني. قلت بره بره قبل ما اندح الخدامين يجوا يطردوكوا. اظن يا فندم الخدامين في اجازه. قلت لك على الورشه بتاعتك وخد دول معاك. دول لحمك ودمك، بناتك. انا ماليش بنات، بناتي ماتوا. لا يا فندم مش هما اللي ماتوا، انت اللي عايش زي اهل الكهف. وانت فوق احتقرت الورشه، الوقت الورشه هي اللي فوق، لكن قلبها طيب ومستعده تمد لك ايدها في اي وقت. امشي. حاضر. سيبك لوحدك. قلت بره. حاضر انا خارجه، بس قبل ما امشي عايزه اقول لك كلمه. الدنيا اتغيرت يا بابا، لازم تكون واقعي عشان تعرف تعيش. بابا انا ملياش بناء. يدفع ويسكي ليه مادام هو مفلس؟ انا مش هديله سيجار واحد بعد كده، يحول بقى على السمسون. انتوا مصيبتكم خفيفه، انا ليا عنده تمن 20 بدله قماش وتفصيل. 20 بدله؟ اسمعوا حضرات، انا هدفع لكم ديونكم كلكم، اسمحوا تفوتوا عليا في العنوان ده. مين ده؟ جماعه اصحابه. أنا مش فاهم بس تعبة نفسك ليه؟ يا بابا أنا بحب ألبس كويس، وما تنساش إن إحنا عايشين مع برنسسات. يا ستي خلي أكبر محل يفصل لك، ده أنت شريكة أخوكي، ما تبخليش على نفسك. أنا بحب أفصل بإيديا مش عشان أوفر، عشان أنا بفصل أحسن من المحلات دي. بس أنا خايف على تعبك. أي لقمة والنبي يا كريمة يا واملة، أحسن لازم أرجع للورشة بسرعة. حالنا اخويا انا هغرف على طول وانا هحضر السفره. ايه الحكايه مالكم كلكم جايين مبوزين؟ ولا حاجه يا بابا، اصل كنا عند حمايه. وقابلكم؟ طردنا الراجل ده، مش عاوز يقعد ابدا. وبعدين بقى ويا الراجل ده؟ ايوه يا لطفي اسمع، خد نمره التليفون دي 896-306 306. ايوه عاوزك تدفع اشتراك التليفون ده حالا. بصراحة يا كريم انا قلت لك على كل حاجة، بابا ما حلتوش ولا مليه. يا رب خد بإيد بابا والنبي يا رب.
سهلة. أنا جاي أرهن عندك نياشين جدي وأوسمة عمي والقلادة بتاعة المرحوم بابا. برينس، أنا كنت فاكرك جاي تفك رهنية الشمعدانات الفضة. اسمع كلامي وما تضيعش الفرصة دي من إيدك. أنت عارف إن المرحوم بابا عشان ياخد دي دفع 10,000 جنيه للسرايا؟ برينس، دلوقتي مش يسوى حاجة. باردون؟ وي مدام. دي من فضلك. ودي كمان. خونة. الدور المشوي. الدور المشوي. أمام يا دورة. الدور المشوي. أمام يا دورة. تجيب ده وتاخد نيشان. اخد ايه؟ كوز ذره على مزاجك يا معلم. عينيا. بقول يعني بتاخد كام في الواحد؟ حاجه زي الورد اللي تدفعه. نسيب دفتر الشيكات. معلش انا معايا فك. انت تعرفني عشان تعزمني؟ عارف انك جعان زيي. تريز انتليجون. انا فعلا كان نفسي في الذره. متشكر. الدور المشوي. الدور المشوي. الواحد بيتكسف من البياعين دول. ليه ما يحطش تيكت بالثمن؟ كويس. ده عاوز يخالف التسعير الاحظ. له فلوس يا اكسلانس. برضه كويسه قوي اكسلانس دي. يا حضرة انا راجل غلبان. عاطل. الحال من بعضه. انت كمان عاطل؟ ويا ترى زي كده عاطل من ذوي الالقاب؟ انا عندي دكتوراه. لا انا عاطل بالوراثه. بالوراثه؟ لازم راكن على حاجه تعيشك. راكن على علبه قطيفه. على العموم انا تشرفت يا دكتور. اسمي الدكتور حموده. انا اسمي شوكت. اتعشى مني اقدر ارد لك عزمتك في الكلوب. انت بتروح الكلوب الحسيني؟ يبقى ضروري يعني نتقابل علشان انا نازل قريب منه في لوكانده الامراء. الامراء مره واحده؟ ليه؟ انت مستغرب؟ ولا حاجه. انا متشكر قوي على الدورة يا دكتور. العفو. بونسوار. بونسوار. لظروف طارئة أنا حبات الليلة دي معاك في أوتيل الأمرة. يا فندم أهلا وسهلا.
مش يلا بينا؟ اتفضل. تفتكري بابا هيفهم اني انا؟ يعني هو لسه فاكر انه معاك مفتاح ضروري نسي. النور كمان اتقطع زي التليفون. يا خسارة، كان نفسي اتفرج على السرايا، اصلي عمري ما دخلت سرايات. طب هات ايدك بقى لحسن بعدك الكعبية. معاكي كبريت؟ يعني عارفاني بدخن عشان يكون معايا كبريت. اهو مشوارنا طلع على فشوش، مش هنعرف نوضب البيت. اقل له نسيب الفلوس على الكومودينو او في اوضة المكتب. اه في اوضة المكتب، تعالي. انا قلبي مخطوف لو باباك يطب علينا دلوقتي. ما تخافيش، بابا ما بيرجعش من نادي محمد علي قبل الساعة 2 بالليل. أنا سامع صوت كلاب في الجنينة، أحسن حد يكون جه. بتبقى وقعتنا سودة. ده بابا؟ دول لازم حرامية. دي حركات حرامية. مرعوش من ايه ما دام الحصار مفك وجو خالي؟ لحسن يكونوا مترابصين. لا ده انت قلبك خفيف خالص، اصلهم خونه. بابا بابا يلا نهرب اوان. وبعدين مش عارفه. الظاهر النور اتقطع كمان. الليله باينه من اولها. ما كنا نمنا في قمه العمره والليله وخلاص. عمره؟ انت غشتني يا استاذ. ده اوتيل كله حشرات، انا هدومي عاوزه تعقيم. تعالى ورايا تعالى، اوعى تتخبط في الكراسي. عمال تمشيني في حواري وتقول لي لقمه العمره. الله الله الله. ده قصر بصحيح، وانا ما كنتش مصدقك. ليك حق تهرب من لوكاندة العمرة، انما ايه اللي كرمك عليه؟ ما قلت لك يا اخي الديانه الخونه. اسمع بقى، في شمعدان في المكتب، نروح هناك ونولعه. احسن برضه بدل ما نفضل نولع ونطفي. دكتور، شوف لي طريقة من فضلك، أنا عندي انتفاخ من الذرة. من الذرة بس؟ نسيت الكشري؟ آه. على فكرة، أنا عرفت عنك كل حاجة وشرحت لي حالتك بالظبط، من ساعة ما سيبنا لوكندة الأمرة لغاية ما وصلنا هنا. ما أعرفش إيه اللي جراني وراك، يظهر إنك عجبتني أو صوبت عليا. أنت إنسان. دكتور، ما شفتليش حاجة في بطني. أنا هشرح لك، اتفضل. انت كمان لازم تعرف عني كل حاجة. انا يا سيدي دكتور بس مش في الطب. امال في ايه؟ انا دكتور في النحو. نحوي؟ ايه النحو ده؟ الحق مش عليك، النحو يعني الجرامير بالعربي، جرامير اللغة العربية. وجرامير اللغة العربية دي تستاهل دكتور؟ وفرع واحد بس من فروع النحو، حرف جر. جر؟ بتجر ايه؟ ما تجرش حاجة ابدا، ده حرف جر مكون من ثلاث حروف اسمه حتى. دكتوراه في حتى؟ ايوه. عشان كده مش لاقي شغل. لو كان على اي شغل كنت اشتغلت من زمان، لكن انا متمسك باختصاصي. كليه الاداب عرضت عليا اني ادرس اي حاجه تانية غير حتى، رفضت. للدرجه دي؟ لا انت يا شيخ هتجنني بحتى بتاعتك دي. اصلك ما تتصورش اهميتها في اللغه العربيه. انا هحاول اشرح لك. مثلا لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها، بالك حتى هنا ليها كم معنى؟ وده يهمني في إيه؟ اللي يهمني إني أكل السمكة كلها. مفيش فايدة. اللي عاجبني فيك إن دمك خفيف، مش عارف ليه. اسمع يا ولد، أنا عينتك السكرتير الخاص بتاعي أنا. يا ريت. مش بإيدي. أنا جوع أشهد، إنما مش ممكن أشتغل أي حاجة في الدنيا غير حتى. أنا ضيعت القرشين اللي سابهم لي المرحوم أبويا على حد. يبقى مفيش كلام، حتى دي هي اللي هتجيبك الأرض. تجيبني الأرض؟ تطلعني السبب؟ أنا راجل مقطوع من شجر ومش باكي على أي حاجة في الدنيا.
صور مين دول؟ دول بناتي. ودي كمان بنتك؟ ايوه. يا سلام، قد ايه جميله، قد ايه روحها حلوه، قد ايه دمها خفيف. الله الله الله. انا مش قلت لك ان دمك خفيف؟ ايه اللي عندهم طالعين لك؟ لا طالعين لامهم الله يرحمها. الله يرحمه، البركة فيهم. هم ماتوا كمان. ماتوا؟ خسارة. اسمع، أنا مش هسيبك لوحدك، خلاص قبلت أكون السكرتير بتاعك. برافو. عن إذنك بقى. إيه؟ رايح فين؟ أروح لوكاندة العمر أصفي حسابي وأجيب هدوم؟ بعدين بعدين، بكرة اعمل معروف. دي أول ليلة في حياتي أبات فيها لوحدي، وكمان الدنيا ضلمة والنور مقطوع. طيب يا سيدي. اسمع بقى، ما دام أنت قبلت تكون السكرتير بتاعي، لازم تعرف إن المرتب اللي أنا عملتهولك مش هقدر أديهولك اليومين دول. عارف، كفاية عليا أنام في القصر، وربنا يتوب عليا من لوكندة العمر. أنا تعبان بقى، تعالى نطلع ننام. فين؟ فوق في الأوضة بتاعتي. لا. الشرط نور، انا راجل ما احبش انام مع حد ابدا. طيب في اوض نوم كتير قوي بتوع البرنسات الصغيرين. معلش، انا هنام على الكرسيين دول لغايه الصبح، والصباح رباح. بس اصل فاهم، خلي الشمدان معاك. طيب خلي انت بقى الكبريت معاك. الف شكر. أنوي تصبح على خير. الله الله الله. مساء الخير. انت مين؟ انا هي المرحومة. اعمل معروف وطي صوتك. انت خايفة من ايه؟ مفيش حد يقدر يأذيك، ده انت روح. انت برضو صدقته، انا بني ادم زيك، بس اصل حصل مشكلة، بابا خاسمني انا واختي بصراحة. انا مستعد اسمعك للصبح، بس من بعيد لبعيد ارجوك. Thank you.
هي اللي طفت الشمعة ولبشتني. هي خبر؟ وليه ما تقولش روح؟ قوة غير منظورة. يا عم انا ماشي. مش من الشهامة انك تسيبني بعد اللي حصل. طيب هو فعلا مش من الشهامة ان انا اسيبك. ابدا. انا هنا معاك هنا. لا هنا لا. ليه؟ يا ابن بشري. انا اللي حنام معاك تحت. طيب وفين الشمعدان اللي كان معاك؟ هناك على الكوميدين عند اليد البشري. روح هاته. روح. باباكي باين عليه ظريف قوي. انا مطمنه عليه قوي انه مع الدكتور. غريبه ان راجل لطيف زيه تبقى راسه ناشفه كده. يا ريت الدكتور حموده يفضل معاه على طول. متزن ودمه خفيف. تعرفي ان اللي يشوفه ما يقولش عليه باباكي ابدا. انت بتتكلمي على مين؟ على باباكي. انا بتكلم على الدكتور حموده. دكتور ايه بتاعك ده انت كمان؟ ابو شرب مقطع. ده انت ما بطلتيش كلام عنه من الصبح. نعم نعم، يعني انت اللي بطلتي كلام عن بابا من الصبح. طب نعم وبلاش غلط. بس مش عايزين ننسى ندفع اشتراك النور الصبح. دي توصيه مستعجل، لازم تفتح لهم النور. اسمك ايه؟ يا دكتور في حتة؟ يا حتة؟ يا دكتور اصحى. ايه؟ شوف النور ولع لوحده. ما انا قلت لك ان البيت ده فيه قوة عليا. اسكت، اعمل معروف ما تفكرنيش. يا ساتر. قوم اعمل لي فنجان قهوة سكر زيادة. ايه؟ سكر زيادة، انت قطرش ما تسمعش. انا مضطر استحملك. حاضر. بس انا بحب اشربها ساده. سكر زياده، افهم. وفين المطبخ بتاعكم؟ الاوفيس قدام في سلم تحت على طول. يلا يلا. اعملها سادة. انا قلت سكر زيادة. وانا قلت سادة لان مفيش سكر. طيب زي بعضه اعملها سادة. يا برين. يا اخي كفاية زهيق بقى. انت فاكر نفسك لسه في اللوكان ده اياه؟ يظهر ان احنا هنشربها من غير سكر ومن غير بن. انت مزعج. عثمان كان بيتصرف. شيء غريب قوي.
يا برنس، انت عارف ان الاوفيس ما فيش حاجه نفطر بيها؟ انا على الحديده. معاك انت فلوس؟ الكشري اللي سموك حبست بيه امبارح كان شكك. يا اخي مدام لك حساب جاري هناك، روح هات التموين. ده كمان من اختصاصات السكرتاريه اني اكدت البيك. حاسب، انت بتتكلم مع مخدومك. مع احترامي لسموك لازم تعرف اني لو هوبت ناحيه هناك مش هيدوني التموين. امال هيدوك ايه؟ هيدوني علقه، لان الحساب عالي خالص. سمي بلدي يا بسبوسه. اندهله. اندهله ايه؟ البسبوسه. البسبوسه؟ بتاع البسبوسه. يا اخي احنا على الحديده، مش شغلك. بقول لك اندهله، خليه يلف ويخش السرايا. اندهله. اسمع يا يا نارك فل يا اخ. طبقين اوام. مش خايفين البرنس يشوفكوا ورفتكوا؟ ده راجل شراني. انت مش شامم الريحه؟ سخنه ومنغنغه في السمن البلدي. طب اوام خلاص. عاوزين بكام؟ عاوزين بده. ايه ده؟ بعدين افهمك. اديني حته من الحرف بس تكون مقرمشه. والنبي حلو، ما تشوفولنا كمان واحد للواد الصغير. كل شيء بثمنه. كان حقنا نعمل معاه اتفاقيه انه يفوت كل يوم. اتقل. انا شفت عينيه هتطلع على نشان عندك بالذات، هو اللي هيجري ورانا بعد كده. النشان ده انا بفكر اجربه بقى عند بتاع الكباب. عندك كل الكرافتات دي ومش لاقي تاكل؟ طب ما تسرح بيهم في العتب يا اخي. اخرس. زعلنا يا برنس؟ مع ان دمك بيبقى خفيف قوي لما بتنسى انك برنس. لما يكون مزاجي رايق. يا اخي انا في عرضك، ليه ما يكونش مزاجك رايق دايما؟ حموده الحقني. ايه ده؟ ما انا قلت لك مش احنا بس اللي في السرايا، يبقى السرايا لازم سكنتها العفاريت. وليه مش الملايكه؟ العفاريت بيلهفوا انما الملايكه بيدوا. اسمع بقى يا ولد يا حموده، انا عازمك الليله دي على العشاء في الكلوب. الحسيني؟ حسيني ايه يا اخي؟ محمد علي. انت نسيت انا مين ولا ايه؟ انت صاحب السمو. طيب قوم بقى اقف وانت بتكلم. يلا قوم. انت صاحب سمو سابقا، انما انا دكتور حاليا، ومن هنا ورايح ما تقوليش واد حموده دي. انا الدكتور حمود. دكتور ايه؟ في حتى ده يبقى اسمه دكتور؟ انت مش قلت لي ان التليفون مقطوع؟ يبقى قوه عليا. شوف مين طالبني. وليه ما تردش انت؟ عشان انت اللي بتشتغل عندي. انا مضطر احترمك لغايه العشرة جنيه ما يخلصوا. افندم. الدكتور. صباح الخير. انا جيهان. اهلا. افندم. مين؟ ده يظهر ان واحد من الديانه، تحب تكلمه؟ لا لا، اعوذ بالله. سحلاو سحلاو. طيب اترجاني. ايوه يا فندم. والنبي يا دكتور، ممكن نتقابل علشان نتكلم شويه في احوال بابا؟ انا تحت الامر برضه يا فندم. بدقيقه او ثانيه. بربر. انا سعيد قوي بالفرصه اللطيفه دي. وانا كمان. تسمحي لي اعزمك على واحد جيلاتي؟ مفيش مانع. أنا متأسف، مفيش فلوس في جيبي. إذا كنت مصممة يبقى حضرتك اللي هتدفعي تمن الشاي. بس كده بتفتح؟ اتفضل. عايزة فستق ولا مانجا ولا فستق؟ اتفضل. باري. معالك أمانة. مع السلامة. اتفضلي الفستق. والباقي خمسة. ميرسي. العفو يا فندم.
انا اللي هقول ميرسي. اصل والدك ربط لي يوميه مش بطاله، 7 ساعات بس لسه ما قبضتش. جيت للجري ما استنيتش لما يفك ال10 جنيه. يا ترى هو لسه فاكر ان الارواح هي اللي بعتتها؟ امال هو متمسك بيا ليه؟ خايف للارواح تستفرد بيه. وحياتك يا دكتور تفضل وياه. ده انا اللي اترجاكي اني افضل وياه. بس ذنبك ايه بابا يعطلك؟ يعطلني؟ من الناحيه دي اطمني، انا عاطل جاهز. ما انت مالكش حق تتمسك بالنحو وحروف الجر دي. وعرفتي منين؟ انت ناسي اني سمعت كل كلامك وانا مستخبيه في اوضه المكتب. اه صحيح، فاتت عليا دي. ليه ما تتركش حتى مؤقتا وتشغل نفسك بحاجه تانيه؟ ده اللي حاسس انه حصل فعلا. في حاجات ابتدت تاخد حتى من قلبي. ممكن اطلب منك خدمه؟ اموري. تتكرم وتوصل بيه لبابا. بنفس الطريقه اللي تشوفه. اوضاع معكوسه. بابا ظروفه صعبه دلوقتي، لكن انا بشتغل. بتشتغلي؟ برسم تابلوهات. مش معقول. ليه؟ عشان انت نفسك عبارة عن تابلو. ده رسمك؟ برافو. الواحدة لازم تدور على أكل عيشة. أنا كنت فاكر إن جوز أختك هو. بالعكس، ده هو اللي شجعني إني أستفيد من هوايتي وأبيع رسوماتي. مبدأه إن العمل عبادة. أنا اتأخرت، لازم أسلم الصورة دي عشان أقبض. عن إذنك. هشوفك تاني إزاي؟ بالتليفون زي النهاردة. أرفار. أنا نفسي أفطر بيض مقلي. معاك شلن؟ 10 جنيه خلاص. فاضلش ولا مليم. يبقى خلاص احترام. روح اعمل لي فنجان قهوة. أنت انتهازي. تسمح لي أنتهز الفرصة وأسألك، ما دورتش على شغلانة علشان المام؟ إيه؟ أنت عاوز واحد صاحب سمو يشتغل عشان مام؟ أنت لازم مخك مش طبيعي. يبقى تستنى بقى قوة غير منظورة. ليه لا؟ وإذا حصلت المعجزة بالنص؟ بالنص دي كانت تنفع هناك في اللي كان بياها، عشان هناك ما كناش بنلاقي غير الحشرات والبراغيث كده. أيوه. اسمع، سيب لي في إيدك تاني. يلا روح اعمل لي فنجان قهوة في الأوفيس حالا. طيب وال اسمع، أنا هرجع من الحمام إذا ما لقيتش القهوة جاهزة، واعتبر نفسك مفصول. يلا 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 يلا. إكسلنس. الله، العشرة جنيه يا خينا يا حتى. ال10 جنيه. انت مش قلت لي انك شطبت؟ دي دفعة جديدة من فوق. ها؟ كنت مخبي عني. انت مالك يا اخي؟ حاجة بعتنها لي اجدادي. شيء غريب قوي. اسمع، انت احسن لك تبطل التنبلة اللي انت فيها دي وتدور لك على شغلانة تاكل منها عيش. دبرني انت يا فالح يا بتاع حتى. اقول لك ليه ما نعملش القصر ده بنسيون؟ اخرس! انت عاوز القصر بتاع اجدادي يسكنوه الرعاع؟ مش كفايه عليا انت؟ اجدادك عدلوا عن كرامهم، بعتوا لك حسنه ورجعوا شفطوها. يا فلاح افهم، انا مش ممكنني اجر القصر ده، انا مسموح لي بس بالاقامه فيه. اجرهم غير اجره يا اخي. ازاي بقى؟
ناس يجوا يقعدوا فيه معانا وقالوا نبقى. ومنين نجيبهم الناس دول؟ اعلان في جورنال من الجرايد زي اعلانات طلب الوظائف اللي انا بعملها. وهي كانت نفعت قوي اعلانات طلب الوظائف اللي انت بتعملها؟ ما انت قاعد صايع وملاقي حوامل غير شغلك. الوضع مختلف. هنقول قصر فخم مجانا للايجار يبقى حاجه ثانيه. سرايا للايجار مجانا، ما ده كلام يخش المخ. هو في سرايا مجانا الا السرايا الصفراء. او النبي مكتوب كده يا لول، وحياه مشمش وان شاء الله عدم. اعوذ بالله. طب تفيها من بقك بقى يا شيخ. خلاص يا حبيبي. ودي فين بقى السرايا دي؟ في الجيزه. اطلع يا قص على الجيزه. الله، ايه اللي هيودينا الجيزه واحنا قاصدين امبابه؟ ايوه بقى. انت ناسي ان النهارده السوق؟ يا اخي هون اتفرج. هو يا اختي ده؟ انت مش طول عمرك تقول نفسي اسكنك في سرايا؟ اهي سرايا وبلاش. ببلاش؟ ما هو لازم بقى فيها ان لازم مسكونه. نفسي اسكن في سرايا والنبي يا بنو 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 يا عشان خاطري بقى يا ستي. اطلع الجيزه يا اسطى. صباح الخير يا الدلعادي. يا انت صباح الخير. احنا قرينا الاعلان في الجورنال. فين صاحب السرايا؟ اه فين صاحب السرايا؟ انا صاحب القصر. والنبي دمك خفيف. ودي ايه دي بقى؟ السولجان يا صاحب القصر. والنبي قصر فخم قوي يا زازا. جدا يا لو. وده فيه كم اوضه؟ حوالي 20. يا دوبك يكفوا كل اربعه في اوضه. على طريقة لوكندة الأمراء. يظهر العيلة ما شاء الله. احنا بقى بالصلاة على النبي كده حوالي 40، ده غير حضرتي والمدام وبلقافي الخدامين. عظيم، ربنا يزيد ويبارك. ده يظهر هيهدوه في يومين. يا دوبك يكفي بالعافية. صدقني يا هانم، اللي يحط رجله في القصر ده ربنا بيفتح عليه خالص خالص. ياكل بسبوسة على طول. ايه تسمح تفرجني الدور الفوقاني؟ اه لا خليك انت، اصله عنده القلب وانا عندي الاعصاب وعندي اللومباجو. اه يا لومباجو يعني وعندي ولا قلبك. هو ده بلقاف البرنس بنفسه؟ ايه مش عاجبك؟ لا اصل بقى دي اول مرة اشوف فيها برنسات بصحيح. وحضرتك بقى من غير مؤاخذة شرحه؟ لا انا دكتور. حلو هنعوزك. بس انا دكتور في حاجتك. في ايه؟ اشرح لك. عندك سمكة وهتاكلها. ايه بقى شروطك يا توتو؟ اصل انا المتصرفة الوحيدة. اسمي شوكت يا فندم. يا اخويا ما تدقش. الشروط في غاية البساطة. كل اللي نطلبه منكم ان احنا نقعد وياكم اوضة واحدة ننام فيها انا والدكتور. البيت كله تحت امرك. وبخصوص الاكل. ايوه. بما اننا عزاب ما عندناش مانع لو امكن تبقوا تعزمونا. ده يوم المنى. انا كل تحت امرك في كل اللي تطلبه يا توتو. اسمي شوكت. يا اخويا خليك بحبوح كده. بقى يا اخويا اكلت السمكات حتى راسوها؟ بقى ده كلام يخش المخ. انت فاكرني ايه؟ كوروديا؟ طب والدكتوره بتاعتك دي بقى مقليه ولا مشويه؟ مدهش. ما تتصورش انا سعيدة قد ايه لقلي بعملي وبعيش بعملي. برافو. على فكرة خد العشرة جنيه دول اديهم لبابا زي العادة. من هنا ورايح مش عايز الملايكة يشيلوا هم بابا. ازاي؟ الاشياء بقت معدن رضا. فرجت. فرجت منين؟ من العيلة. العيلة اصلها كبيرة قوي. صحيح عيلة بابا اصلها كبيرة قوي لكن تأكدي ان انا هقولك اذا ساءت الاحوال. يعني هتخليني اشوفك عشان اطمن على بابا؟ انا لسه كنت هترجاكي انك تسمحي لي اقعد جنبك وانت ترسمي صورك. هقعد ساكت مش هتشعري بوجودي. هتزهق. انا متاكد اني لو قعدت جنبك طول النهار طول حياتي مش هزهق. بس انا افضل انك تدور على شغل. انت عايزه الجد؟ انا بدور على شغل اكتر من الاول. انا فرحانه اني بسمع منك الكلام ده. انا دلوقتي عندي امل في الحياه.
انت غيرتيني خالص. اسمع قوم جاهد ودور على شغل، ما تعطلنيش، خلينا انا كمان اخلص الصورة. امرك، هشوفك ضروري. مع السلامة. الله يسلمك. شوف بقى يا برنس، الراجل الجدع ما يزعلش على اللي راح، ياخد الهدرة من الظهر ويقف تاني على رجليه. معلوم، بس انا خايف ان الهانم تاخد الهدر من قشر البطيخ. اركنه على جنب حفيظه، ما تقعش ابدا، دي تعجبك. انا لما اتحبست في جراير التسعيره وقفت هي في محلات الجزاره بتاعتي زي السبع. بلاش حكايه السبع دي يا معلم، احسن دي كلمه ضد انوثتها. يا مرحبا. خش سلم العيله، شرفي. اهلا وسهلا. بس انا شايفكوا حليتوا، يعني اتغديتوا. وعايزين نحبس، بلغني انك اهواج البرنس يا دكتور. بعد اذن سموك اكل لهم الاول. الحق قبل ما يشيلوا السفرة. قوام وحياة والدك عشان تلحقنا بالقهوة. هو الغداء كان ايه النهاردة؟ لبن وبسطة. عظيم. وان شاء الله العشاء هيكون ايه؟ ان شاء الله شوربة عظم مع القمع. احسن الحلوين بيقيلوا. الحمد لله على سلامتكم يا فندم. الله يسلمك يا اخويا. انا كان نفسي اكون في شرف استقبالهم. اسكت يا دكتور احسن، انا منتظرك بفرغ الصبر. ليه كمان يا اخويا؟ سامية سخنة شوية وعايزاك تطمنا عليها. تعالى والنبي. ايوه تعالى. بس انا معلش تعالى. لا 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 هم دول المحروسين. ايوه تعالى عرفك بيهم. تعالى تحية جول فدان سامية، ولا هتتلخبط فيهم؟ لا اتلخبط ازاي، ده كل واحدة فيهم ما شاء الله يعني ليها شخصية منفصلة. بس انا ملاحظ ان كلهم مدموزيلات. طبعا الرجاله في الاوضه الثانيه، انور وخليل وعلي هناك. حكيم انا بقى من انصار عدم الاختلاط بين الجنسين. والنبي يا دكتور تشوف لي سامي احسن، تعبانه قوي. اسم الله شوف مايله ازاي. والنبي يا دكتور. باي باي. على فين؟ انت رايحه معانا اسكندريه؟ فين؟ اسكندريه. اصل انا عندي شغلانه هناك، ولا نعمل ويك اند كلنا؟ لكن انا لازم اروح ارسم. كويسه دي، هو في اجمل من مناظر بحر في اسكندريه؟ يلا لو حتى ابوك يلم شنطتك ما تكسريش الباقي، اصل انا شايف ميربت الايام دي مش عجباني شويه. ها؟ يلا يلا. انت مش سامع صفاره يا حضرتك؟ صفارة ايه؟ صفارة التصريب. اتفضل. حاضر. متهيألك اني متضايقة. انا مبسوطة والحمد لله. ما تحاوليش تخبي عليا، في حاجة مزعلاكي. مفيش غير احوال بابا، عايش لوحده ازاي؟ انا مش متصورة بيقدر يدبر اموره ازاي. تعرفي انك عيلة؟ يا ستي اليوم بابا كلها هتسددك، ولا فكرك عشان مش عايز يعرفني هسيبه؟ اخسى عليك يا سالم، وما تقوليش مين بقى اللي بيخبي. انا ما خبيتش عنك حاجة، بس ما كنتش عايز احرجك. يا حبيبي يا سالم. شوفي شوفي، كانهم في شهر عسل، ما بطلوش حب لسه. مع اني اعرف ان اللي بقالهم مده متجوزين وصدفوا قعدوا لوحدهم مره بيقعدوا ساكتين. مش شرط، في سكوت بيكون احلى من الكلام، ومش كل الكلام. انا والمرحوم جوزي ما كناش نسكت ابدا، لكن كان كلامنا زي ضرب الرصاص. افهم من كده انكم ما اتجوزتوش عن حب؟ حب؟ لا، ده كان مجرد اسم ونصيب.
والجواز ده زي البطيخة المقفولة، يا تطلع حمرة يا تطلع قرعة. يعني عمرك ما حبيتي؟ انت بترسمي ايه؟ الله، انت بتهربي من سؤالي ليه؟ بقولك انت عمرك ما حبيتي؟ وانا بقولك انت بترسمي مين؟ وريني. الله، ايه ده؟ يا عيني يا عيني يا روح عالشخبطة. هاتي كده. مين ده؟ ولا حد. صحيح، عاوزة تقولي مين يعني؟ أنا ملاحظة ومتهيألي كده إن بني آدم اللي أنت رسماه فيه شبه كده. من مين؟ من الدكتور بتاع النحوي، حمودة ياني. يا غلبي ياني. غمزت. صحيح. سدي سدي. هو عيب ان الواحد يرسم افكاره؟ تعرفي انا لو كنت اعرف ارسم كنت رسمت مين؟ مين؟ قولي لي والنبي مين؟ تعرفي الدوامه؟ لا. تعالي. شايفه الدوامه اللي هناك دي؟ انت بتلخبطي، دوامه ايه؟ دوامه الحب يا عبيطه. عارفه ليه سموها دوامه؟ ليه؟ عشان بتخطف اللي قرب منها، زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب. ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب. صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم. الحب الخاطف نعلان نعلامة، اخدك ويلفك مريانة مريامة. الحب الخاطف نعلان نعلامة، اخدك ويلفك مريانة مريامة. ويسيب القلب في دوامة، وانا اصلي بحب الدوامة. أصحاب الليل من غير داعي، على صوت من جوه بين دهلي. أفرك في عيني وأقوم خايفة، ألاقيني قصاد قلبي وعقلي. العقل يقول سمي ونامي، والقلب شفايفه تود ودلي. أحضر وألف بحور أما، وأسهر للصبح في دوامة. أحضر وألف بحور أما، وأسهر للصبح في دوامة. أنا أصلي بحب الدوامة، الدوامة. أمشي في السكة أشوف نفسي كده حلوة وروحي عجباني، وأتمنى أقابله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستاني. أمشي في السكة أشوف نفسي كده حلوة وروحي عجباني، وأتمنى أقابله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستاني. واكلم نفسي واقول يمكن شافني وعانيه مش عرفاني، وهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشه في دوامه. وهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشه في دوامه. انا اصلي بحب الدوامه، الدوامه. Thank you.
كانت احلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش انها حلوه، واشوف خيالات لو اسجلها كنت اكتب في اليوم 100 غنوه، وساعات احلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش انها حلوه، واشوف خيالات لو اسجلها كنت اكتب في اليوم 100 غنوه، وساعات الضحكه الاقيها غرقانه في دموع الشكوى، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامه، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامه، وانا قد بحب الدوامه انه خطف قلبي ومبسوطة وراضية وسجاله، من يوم ما بلف بفرقامة وبحس كأني في دوامة، من يوم ما بلف بفرقامة وبحس كأني في دوامة، وانا قد بحب الدوامة يا اخواتي بحب الدوامة جهان. انا مخضوضه. بعدين معاكي بقى، ما تلعشنيش، مش انت صاحبه الفكره؟ انت قلتي لي انه بيموت في السمك وهينبسط قوي لو عدر في اكله سمك في الثلاجه. يلا امسكي اعصابك. باباكي مستقيم؟ أنا هتجنن، أنا عمري ما شفتها دي. طبعا بيخاف يسكن لوحده. يا هانم ايه اللي جابك هنا؟ الحلا، سمعت الصرخه؟ وكمان بتصرخي؟ يا هانم جوزك كسر، ما تودينيش في داهيه. طاطا طاطا صرخت ليه يا طاطا؟ حد هنا حاول يتعدى على حدوده؟ حدوده ايه يا معلم؟ امال ايه؟ مش عارف ان القصر مسكون؟ مسكون؟ اروح اروح ايه؟ جايبه سمك في الاوضه. حي طاطا توصل الحلا بابا، ادمهش مع القطط. والله يا أولاد أنا عندي فكرة، هي جريئة لكن فكرة. هي إيه يا عم؟ أنا هحارب القطط بالقطط. قطط؟
يعني ايه؟ دور واستناني يا اسطى. يا زازا حمودة هو الدكتور. لكن انا بثق فيك انت. اتحاكم لو كشفت عليك. انا يا دوب سالك مع القطط. طب انا يا دوبك قطتني من فضلك. كان في اعلان ان سرايل الايجار. جيت متأخرة يا عينيا. يا خسارة. انا متأسف. حضرتك سمو البرنس؟ في خدمتك. أنا مستعدة أدفع أي مبلغ تطلبه سموك. عندنا يخت بدل الجنيه ألف. أعتذر يا هاني معانا. حضرتها البرنسيسة؟ نو أرجوكي، حضرتها المستأجرة. يا ريتك كنت بدرتي شوية يا هاني. على العموم حابة أتصل بيك بالتليفون. أرجوكي. مش جايز حضرتها تزعل وتزهق وتعزل؟ يا ريت يا فندم، يا ريت. باي باي. مع السلامة. كنت بتقولها ايه في السر؟ انا؟ انت بايعني يا توتو. ابدا يا هاني، انت اللي شارياني. تصوري بتقول على نفسها قطة؟ تواضع، دي كتكوتة. تفتكري مشروعنا هينجح هنقدر نخلصه منها؟ قوي. ايه رأيك لو تكلميه؟ أنا؟ أيوة، علشان يعرف إنك صحيح مهتمة بإنك تحلي محلها. علشان الإعلان. مش فاكرك إزاي؟ حد ينسى اللطف والظرف والأدب. أنا أنتهز الفرصة عشان أعتذر لك عن فظاعة الست اللي ساكنة عندي دي. الإعتذار العملي إنك تخرجها. أنا مخضوضة أوي. من ساعة ما شفتك وأنا بفكر في الطريقة اللي أخرجها بيها. أنا خلاص بحلم إني الساكنة الجديدة وهكلمك تاني قريب. كلميني كل يوم. من ساعة ما شفتك وأنا متقمصاني قوة عليا هتساعدني إني أطردها. سموك في منتهى الرقة، وأنا كمان من ساعة ما شفتك. يا خبر، أنا انكسفت قوي، أصل عمري ما مثلت. لكن مثلت كويس. صحيح؟ تمثيلي كان قريب قوي من الحقيقة. لا يا شيخ. يا دي النار اللي في قلبي. يا ترى انت فين يا مرجان؟ يا ترى اراضيكي فين يا حبيبتي؟ ما اقدرش اعيش من غيرها ابدا. ما زياده بقى قطعت قلبي يا شيخ. صحيح مصيبه كبيره قوي، انما هنعمل ايه؟ البركه في اخواتها بقى. كل ده من منعك الاختلاط بين الجنسين. لازم ليها صديق حرضها على الهرب. على ثلاثة. اه يا حبايبي، يا ريت اللي جرى مكان. اه يا سامي، اه يا دلي، اه يا جلجل. انا سبق قلت لك يا زازا ان السرايا فيها ان ولابد مسكونه. يا دي حندر، نزل يا اخويا بقيه الشنط. بنتي كانت شافت السرايا وعجبتها، ده شرف عظيم. تحب تشوف الاوض يا بابا؟ لا 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 يا بنتي، ما دام انت مبسوطه خلاص. الحمد لله. بصفتي سكرتير البرنس احب اقول لكم ان سموه مش طالب في نظير الايجار اكتر من انه يفطر ويتغدى. العشاء مش مهم.
سموه بيتعشى دورة. يا ألف مرحبا بكم أنت وهو. معنى كده هيقعد لنا طول النهار في البيت؟ وطول الليل. ما هو المفروض إننا هننام هنا يا هانم، ولو في أوضة المكتب. إلا كده، إحنا عيلة محافظة، يلا بينا يا بابا. حلمك بس يا بنتي. لا يا بابا يستحيل، لما ألحق القصة قبل ما ينزل الشنط. أصل راسها ناشفة أوي. فضلت تقر عاجبك كده؟ أهم طفل. تستاهل، ما دام في حاجات بتستخبى عليا. تعالى يا بنتي تعالى. كريمة اقتنعت إن ما فيهاش حاجة وما دمت أنا موجود معاها. أنا مش عارف أتشكر إزاي. كله ما كنت بتنام لغايه الظهر. مش يجوز الست تعوز قهوه ولا نسيت اختصاصات؟ تنزع عليا يا عم، ما انت ضمان. بلاش كلام فارغ وفكر معايا اوامح. نفطرها ايه؟ نعمل لها القهوه ونفطرها. مش معنى بتتكلم عنها من بيتك. البيت تحت امرك، انا تحت امرك، الدكتور ده اللي شفتيه كمان كنت تحت امرك، كلنا تحت امرك. لا والله باردون. بس انا صوتي مش قد كده، خايفه لاكون قلقتك او صحيتك من النوم. يا هانم انا سعيد، انا صحيت على تغريد البلابل. حاسب لحسن انا بصدق. هما الخدامين هيجوا امتى يا هانم؟ مفيش خدامين، انا بقوم بكل حاجه بنفسي. نو وانت لسه غاوي نونوة؟ لا قصدي يعني القصر كبير عليكي. جوزي عمره ما شعر ان في حاجة ناقصة. انت متجوزة يا هانم؟ كنت، الله يرحمه. مسكين، جراله ايه؟ توفى في حادثة قطر، اصله كان معاه المحطة. وما كانش ممكن تتجوزي واحد ارقى من كده شوية؟ على كل حال اهو راح في المكان اللي ما يتعرفش فيه امير من سواق الحمير. صباح الخير يا حاج. يا صباح الخير يا ابني، اهلا وسهلا. خضار البرنس مع كريمه. بابا راح سوق الخضار؟ انت بتقول ايه؟ راح يشتري الخضار؟ هتاكل كبد وز بس من غير شامبينيون. مفهوم. الميزانية ممكن تشيل الوزة؟ يا هانم أنا مركزي لا يسمح، مش بيتك شيال. فاضل عليك شوية وتقولي ناخد تاكسي. دي الأصول. استنى، دراعي اتخدل. شوفي أنا أضحي بأجرة شيال، لكن ما ضحيش بمركزي. أنا مخصمة. هلو برنس. ايه ده اللي اسمك عامله في نفسك ده؟ دي الديمقراطية. وانا اللي فكرت في يوم من الايام اتجوز بنتك؟
كان يبقى مركزي ايه دلوقتي؟ ما حصلش اسمه، اهي جت سليم. انت عندك بنات؟ كان وماتوا. انا هبلغ العيله. لسه زعلان؟ بيغلي. يظهر اننا اخترنا مأمورية صعبة. طب وايه اللي تشوفيه؟ ما تخافش، انا هعرف ازاي انزله. انا في عرضك. ممكن اعتذر؟ انا اسفه. ما تتاسفيش، مكتوب عليا انها الفوت من حسالت العيله يشمت فيه. على كل حال الغلطه دي مش هتتكرر عشان احنا راجعين بيتنا. بتقولي ايه؟ اصلي حسبت حسبتي لقيت ان عندك حق، ال 30 جنيه معاش بابا مش هيكفوا تاكسيات للويز. انا اعتذر كمان مره. كريمه، انا مش ممكن اوافق ابدا انك تمشي. انا مش اشيل ويزه بس، انا اشيل قفص طيور بحاله. بس ما تمشيش. انا كريمه يا نتكلم بعدين. اتفضل دلوقتي غادة. استنى، كل بادب. وانا بعمل ايه؟ اما يجي لك دورك انا هديلك. اه هيعملوا لنا شغلة الديوك بقى. ايه رايكم بقى، اعرف اطبخ؟ يا سلام. مفيش كده. مش زي بنتي اللي ما تعرفش تطبخ عصفورة وبعد كده راحت اتجوزت لي واحد من عيلة وافية. ويا ريت عايشة، أنا عرفت منه يا بابا إنها ماتت. الاتنين ماتوا. بكام كيلو كوسة من فضلك؟ بأربعة أسعار. ثلاثة ونص بس. أنا سامع التسعيرة النهاردة الصبح في الراديو. طب تعالى يا فندم، عاوز قد إيه؟ اوزن لي 2 كيلو على مجد. بس أوعى تغش في الميزان. حاضر. يا معلم. نعم. عاوز جوز ارانب بس يكون شمرت من فضلك. من عينيا الاثنين. والنبي يا اخويا، شوف لي دقات ايه ولا بداره. دقات ايه وعليها بيضه. خضيتني. ايه مشغولة في ايه؟ الميزانية. مالها؟ خرمت. ايه اللي خرمها تاني؟ ما انا ماشي على التعليمات بالظبط. بابا ما بطلش سجاير. يا ستي ابطل انا الدخان من دلوقتي حالا. انا خلاص تعبت، مش قادرة ادبر نفسي، قلت لك ان احنا مش وش سرايات. يا ستي طولي بالك، ايه بس الحكاية؟ اسمعي، انا اقدر اوفر لك 3 جنيه. من ايه؟ ومن اجرة الجناينة. ومين هيشوف الجنينة؟ انا. هو ده الاقتصاد؟ تبوظ جوانتي ب10 جنيه عشان توفر 3 جنيه؟ ما هو اصل ايديا مش مستحملين. مالكش دعوة بقى بالفاس، عشان الفاس ما تعرفش الايدي الناعمة. حلمك عليا جمعتين، واسأليني بعد كده عن الايدي الناعمة. اتفضلي. Thank you.
اشوفك شويه معلش. يا سلام، تسلم ايديكي. عمل حد اتاخر يعني؟ ضروري اتاخر ما دام راح دار الكتب مع الدكتور. الدكتور ده دخل في مزاجه قوي قوي لدرجه انه خلايا اتشعبط في النحوي. احنا بقى ناس عمليين، نشتري الارانب والارانب بتولد، نعزق الارض والارض بتجيب. الله، على فكرة شايفة ايه هنا ما كانش موجود؟ شايفة جوانتي جديد مصنوع من سمرة الشمس وصلابة الفاس. مش شايفة حاجة تانية؟ الله، الورد ابتدى يفتح. من وهو لسه عقله حلمت ان اسمي اول ورده تطلع كريمه واهديها لك. الورده دي عزيزه عليا كريمه. الاكل حشيط. ده انا اللي حشيط. مش تستهجى بقى انت النهارده كسلان خالص. كسل؟ لا، انا في الحقيقه تعبان شوي. استهجى نام من غير ما تبص في الكتاب. نام؟ اه. نون؟ نون. ألف؟ برافو. ام؟ يا دي المصيبة. ام؟ مين؟ قصدي مين؟ بس يعني ضروري العربي، ما أنا بقرا وأكتب أربع لغات. أربع لغات ما فيهمش لغة البلد اللي أنت عايش فيها. هي حصة هجاية ولا بستفة؟ بستفة. يلا استهجى كتب. قبل ما استهجى كتب، في حاجة واحدة عايز أعرفها وأتعلمها في الحصاد. إيه هي؟ ازاي بيتهجوا ويكتبوا امور بالعربي؟ ما هي دي من الحروف اللي اتعلمناها. هو الامور عندكم بالعربي اسمه برضو امور؟ ما هي دي اللي ما اعرفهاش. ازاي؟ هحاول اتعلمها وبقولها لك الحصه الجايه، عشان دلوقتي خلاص الجرس ضرب. سلامتك. اقعد. بقول لك اقعد. ايه الحكايه؟ قول لي. عاوزك تعتبر نفسك عم عبد السلام، وانا اوجه لك اسئله وانت ترد عليها بصفتك هو. ما اكسبها يا ابني. ما عنديش. طب قول الله يرضى عليك. دلوقتي يا عمي احنا اصبحنا عيله واحده، وانا عاوز ان زيتنا يبقى في دقيقنا. وايه يا ابني هو الزيت وايه الدقيق؟ كريمه بنت عمي هي الدقيق وانا الزيت. زيت نفط. اخرط. بتشخط في عمك الحاج وعايزني اجوزك بنتي. معلش يا عم الحاج، انا اسف، حقك عليا. طيب يا ابني، على كل حال احب اسالك سؤال. اتفضل يا عم الحاج. هتصرف عليها منين؟ من شويه الورد اللي انت زارعهم في الجنينه؟ ناوي توقف في المفارق وتقول الفل لياسمين الفل؟ يعني بترفض؟ بالثلث. بس حلمك. ما تحل عني بقى، ما انا قلت لك المفيد. الله، يعني فكرك مش هيقبل؟ هو مجنون؟ تاكلها منين؟ زي ما بتاكل دلوقتي. كويس قوي دي. يا استاذ، اللي عايز يتجوز لازم يكون بيشتغل، لازم يكون عنده عمل بياخد عليه مرتب يصرف بيه على مراته، مش مراته اللي تصرف عليه. طب واذا اتجوزتها بقى من وراه؟ احب افكر سموك ان في واحده تعرفها عملتها من ورا ابوها وكان جزاها الطرد. الظروف مختلفه. ميرفت نزلت تحت، لكن انا هطلع كريمه لفوق، انا ولا معاون المحطه. مفيش فايده، ما انتش قادر تتغير. انت يا اخي معايا ولا معاهم؟ انا مع الحق. لازم تكسب من عرق جبينك قبل ما تفكر في الجواز. طيب ما هو انا مستعد اشتغل، لكن لازم اتاكد منها. بعدين تعبي يروح على فشوش. مش ممكن هيروح على فشوش، لانك ساعتها هتبقى بني ادم. Thank you.
شفت الارانب الصغيرين حلوين قد ايه؟ عارف انا مسميها ايه؟ ايه؟ البرنس. برنس بخته حلو، البرنسيس مهتمه بيه ومهنياه. عقبالك. قولي هالي من قلبه، ادعيلي. حوشي اللي وقع منك. هتفضل كده تتنطط في كل حته؟ ده واجب الخط. واجب الخط قدمه لي في الفصل. قدمه لك في الفصل في الكراكون، لازم تقري وتصححيه. احبك جدا، بحبك قوي، وعايزه اتجوزك. برافو، انت اتعلمتها لوحدك دي. بس على فكره القوي بالقاف مش بالالف. لكن ما دام بحبك صح يبقى خلاص. هي مين يا ترى؟ استعبطي بقى يا ستي، انا عاوزك تفكري، مش عاوز الرد دلوقتي. انا خلاص ست جربت حظي. ارجوكي افتحي لي قلبك وطلعي منه معاون المحطه ده. تفتكر ان ده وقت مناسب للكلام؟ انت نسيت ان احنا منتظرين ضيوف. لا يا ستي، مش ناسي ابدا ان احنا منتظرين ضيوف. عارف كويس قوي ان اخوكي والست مرات اخوكي معزومين على الشاي عندنا، وعشان كده بقول لك مش عاوز الرد دلوقتي. قولي قدامهم بس لما تشوفهم يمكن ما يعجبوكش. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا بابا؟ ازيك يا بابا؟ وحشتنا يا عم. الله يحفظك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. امال فين بابا؟ زمانه جاي. ربنا يستر. يا ستي انت غلبويه ليه؟ شفت ابوكي وعجبك، شفتك انت ومنيتي قلبي، اشمعنى اخوك يعني اللي مش هيعجبك؟ بابا ازيك يا بابا؟ ده اخوكي ومرات اخوكي؟ ايوه. ايه رايك في المفاجاه دي؟ مفاجاه سخيفه. انا مش قلت لك استنى يمكن لما تشوفهم تغير رايك؟ انا ما اسمحش لحد يتلاعب بيا. اخرجوا من بيتي، اخرجوا كلكم. لا محطات تصرفات سكه حديد. انت عايز الحق؟ اللي انت عملته ده صحيح اخلاق برنسان. اتوصى بالسمنه. عينيا. اتفضل. انت النهارده مش عاجبني. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ابني. ابنك؟ امال ابن الجيران. بتشتغل فين يا شاطر؟ في وزاره الخارجيه. ساعي؟ انا بكالوريوس تجاره ودبلوم اقتصاد. برافو برافو. البركه في صينيه البسبوسه هي اللي ربتني. سمير ابني جاي ياخد مصروفه مني، اصله متعين جديد ولسه ما قبضش. خد يا ابني. الله يفتح عليك يا سمير، دي حاجه تفرح. هتفرح له اكتر لما تعرف انه خاطب واحده ابوها مدير عام. زميلت في الكليه. مدير عام؟ وابه يناسبك؟ يا سلام، قبل ورحب وقال ان بيتنا هيتبني طوبه فضه وطوبه ده. هو طبعا هيبنيه لكم. لازم غني حرب وعنده قطط. انا والعروسه اغنياء، الطوبه الفضه كفاحنا المشترك، والطوبه الذهب حبنا. لكن برضه يا ابني الناس مقامات. بلدنا دلوقتي غير زمان، المقام الاول فيها للعلم والاخلاص في العمل. عن اذنك يا بابا، احسن عندي ميعاد مع خطيبتي. كده؟ طب خد دول كمان عشان تعرف تفسحها كويس. متشكر قوي يا بابا. الله يفتح عليك يا ابني. مع السلامه. كريمة.
كريمة. كريمة. أنت صاحية. أنا جاي عشان أعتذرلك. أنا أعترف لك إن المقام الأول دلوقتي للعلم والعمل. وأنا أعهدك إن إحنا هنبني بيتنا طوبة فضة وطوبة ده. إيه ده؟ يخرب عقلك، ده أنت بقيت شاعر. أمال هي فين؟ روحت. روحوا كلهم. أنت مش طردتهم كلهم؟ أنا زفت. أنا قطران. أنا ولا حاجة. زود لي على دول كمان إنك مدب. صح يا بدري ليه؟ صح يا أخي، أنا ما نمتش طول الليل. وأنا كمان قلقت. كان حقنا طولنا بالنا على باباكي شوي. لكن ما هو كمان طردنا. تفتكر كنا حنستنى ايه؟ جيهان! باباكي! الحق يا جيهان! فين؟ 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 ده الدكتور كمان! يلا قوم ننزل! يلا قوم قبل ما يمشوا! يعني يظهر الجنان بالعدوى. ازاي اطوعك وافضل الف حوالين السور من 5 صباحا؟ اخلص. انت اصلك ما جربتش الامور. يعني حب؟ لا مجربه وغرقان فيه. يا صباح الخير. يا سلام على محاسن الصدى. اصلنا كنا طالعين نصطاد وبعدين لمحناك. طالعين نصطاد من غير بنات بالنبله. بلاش انتظر وقول انك جاي تعتذر. اهو جابها لك على بلاطه. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي جابك هنا؟ اصلنا نزلنا نتمشى انا وباباكي، بصينا لقينا نفسنا في المعادي. ياه، جايين ماشي من الجيزة؟ ما حسناش. كنا بنتكلم عنك وعن كريم. البرنس ضميره بيأنبه على تصرف امبارح. أتوسل إليك، انسي اللي حصل وارجعي معايا. أنا قلتها لك بالعربي، ما أقدرش أعيش من غيرك. عايز تعمل زي بنتك وتتجوز من عيلة واطية؟ أنا ما رضلكش. أنا مستعد أختم لك إني غلطان. أنت فتحتي عيني على حاجات كتير. أنا متأكد يا كريمة إن بيتنا هيكون طوبة فضة وطوبة ذهب بالكفاح والحب. أنت مش بتحبيني زي ما بحبك. تبقي ما بتحبينيش. كافح واشتغل وبعدين نتكلم. استنى، هكافح وهشتغل. أوعدك إني هشتغل، بس عاوز أعرف، عاوز أتأكد. تتأكد من إيه؟ من السؤال اللي كتبته لك في الورق. قصدك ده؟ بيه فتحة باء، بيه كسرة بي، ريه ضمة رو، مش فاهم حاجة. بعدين هتفهم. أنت بتهزأي بيا؟ أنا حكافة وهشتغل، بس مش هكلمك. يلا. يلا. بابا، ممكن أجي معاك؟ ما أقدرش أسيبك لوحدك. لا. قول ايوه علشان تبقى همزه الوصل. ايوه، اطلعي حضري شنطتك. حاضر. انا صعبان عليا يا بابا. ما هو عقله اللي عمل فيه كده. يا دكتور تعالى، عايزك. يا فندم اسمع يا سيدي، باعتبارك دكتوراه في النحو وحتى والحكاية دي، طيب تقدر تشرح لي معنى اللغز ده ايه؟ ايوه لغز هو يا اهو واضح.
فتحة باب بكسرة بي ري ضمة رو. يعني ايه؟ انا بسألك يعني ايه؟ بفتحة باب بحبك بكسرة بي بشدة. بفتحة باب بحبك بكسرة بي بشدة ري ضمة روحي روحي جنبك. مش نكرة يمكن من قبل انت ما تدرى. انا حاسه بحبك مش نكرة يمكن من قبل انت ما تدرى. لكن شايفك بتبص وراك لكن شايفك بتبص وراك وبتنسى ان احنا ولاد بكرة. بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين وبتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين. بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين بتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين. عايزك لما تقول لي بحب تبقى الكلمة طريق مرسوم تتهجاها صبر وعشرة علشان دي مش عشرتي. ليه ده؟ ليه ده؟
بقينا بنفك الخط ونقرا الجرايد من غير مساعده. ما لقيت لناش حاجه النهارده في اعلانات مبوبه. في حاجه تنفعك. فين؟ في شركه سينما هنا اهي طالبه وجه جديد لدور برنس. اخرس! من فضلك يا مدمازيل. انا جاي عشان دور البرنس. سموك هنا بتعمل ايه؟ انا وعدت كريما اني حكاكي، لكن انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي مره انك متخصص في حتى ومع حتى الى النهايه؟ اصل الحب حتى مستعد اضحي بيها واشتغل اي حاجه عشان اتجوز. يبقى مش هتتجوزها لانك هتسقط. انت تصلح لدور غفير مش امير. امير تفتكر سموك ان دي تبقى منافسه شريفه؟ ما انت طبعا هتنجح. اتفضل. بونجور اكسلانس. لما اقول لك مثل تبقى تمثل؟ انت داخل حامي قوي كده يعني. بلاش انت، ابتدي انت. تخيل نفسك برنس في اي موقف يعجبك ومثل، بس على شرط ما تزيدش عن دقيقة. حاضر يا فندم. احنا هنفرض دلوقتي ان في برنس مفلس وحالته كرب. البرنس ده له صديق من الشعب بيتقاسم معاه السيجاره وكوزه تره. والبرنس ده شاف في احلام اليقظه 10 جنيه. 10 جنيه محطوطين على الترابيزه كده. نفرض ان دول ال 10 جنيه. هيتصرف كالاتي. هو كان طالع يتريض يلعب العاب رياضيه. يبقى انت اللي اخدت ال 10 جنيه. لا الارواح انت. لا الارواح انت. الارواح انت. بس توش فيها. انت يجي منك. سيب عنوانك. لكن انت ما تنفعش خالص. انا ما انفعش؟ ايوه. الدور مش كوميدي. عندنا دور واحد فهلاوي يوقع الستات. ايه رايك؟ ايه؟ فهلاوي يوقع الستات؟ هو دور صغير لكن يليق عليك. اخرس! هونا. فأنت اللي خبطت ال 10 جنيه. أنا؟ أيه؟ أمال عرفت منين إن أنا غطيتها بالجورنال؟ بقى غطيتها بالجورنال. أيوه كده اعترف. أنتوا اتأخرتوا كده ليه؟ أقول حقوق. يا ستي باباكي مرشح لشغلانه في التمثيل التمثيل ايه؟ التمثيل الدبلوماسي في وزاره الخارجيه يعني. ايه بس؟ انا هألف مزيكا. فاكره يا جهان في الحفلات اللي كنت بعملها قد ايه الضيوف كانوا بيسقفوا لي؟ ايوه يا بابا فاكره. كانوا بيسقفوا لك علشان كانوا بياكلوا عندك. اخرس! Thank you.
برافو، موزيكة برنسات طبعا، بس الشعب هو اللي هيسمعها. يعني ايه؟ يعني لازم تكون مفهومة برضو. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش انشرها الا بعد 10 سنين. 10 سنين؟ احنا بنهزر؟ لا، بس على ما نلاقي حد يفهمها. انت برانس، احنا اصدقاء من زمان وانا عاوز اخدمك. ايه رأيك؟ انت بتضرب بيانو كويس قوي، تشتغل بيانيست في الفرقة بتاعتي؟ اخلص! ايه رأيك؟ انا شايف ان الارنب ده طبيعي اكتر من العطافيسة. تسمح لي، انت اللي مش طبيعي النهاردة. من يوم ما طلعتي لي في الضلمة في اوضة المكتب وانا مش طبيعي. ما فكرتيش في علاج لحالتي؟ انتوا فين؟ انا عاوز قهوة. انت جيت يا بابا؟ هي سبعة ولا ضبع. وقعت في انسان جاهل ما فهمش مزجتي، لكن انا خلاص انطلقت. ربنا يوفقك يا بابا. القهوة اوام. يلا اللوحة دي مش ناوية تخلص، كام يوم دلوقتي؟ كان بدي عليك عشان معلقاني. أنا بكسب 100 جنيه في الشهر، كلها كام سنة وأكسب 1000. الحمد لله أنا نجحت في السينما وبقالي مستقبل. وبعدين يا دكتور، ما قلت لك أكلم بابا. أكلمه إزاي؟ كيف لا يتهمني دلوقتي إن أنا اتغيرت ويعرف إني بكسب فيطردني. دكتور. أفندم. سموها بتؤمر بحاجة. نعم يا بابا. عايز قهوة. عايزكم تهنوني، خلاص انتهيت من السيمفونية دي. ألف مبروك يا بابا. أنا ما هنكش، أنا أهني الشعب اللي هيستمع إلى موسيقارك. تحب أعمل لك بقى فنجان قهوة؟ ما عنديش وقت، عندي ميعاد مع واحد ناشر تاني. مش عارف، حاسس إن السيمفونية دي هتضرب وهتعيشني ملك. بابا، لكن حضرتك مش هتعرف تتعامل مع الناس دول. انا من رايها لانهم هيطمعوا في كرمك، خصوصا لو عرفوا مين سموك. سيب لي انا الحكايه دي، انا هبيع المزيكا بتاعتك زي ما ببيع لوحي. انا من رايها بعد اذن سموك نجرب. ادي المزيكا بتاعته، محدش عايز يشتريها. خلاص ندفع له ثمنها، تبقى دي الطريقه اللي نساعده بيها. ابدا مش دي الطريقه، انتوا كده تبقوا بتغشوه. ما هو دماغه ناشفه يا بابا، مفيش حل غير كده. اهو حل مؤقت والسلام. على كيفكم. روعة يا فندم، روعة. والله روعة. اسمعي بقى يا جيهان، بلغيهم ان الاجر مش عاجبهم. حاضر يا بابا. ما دام المزيكا بتاعتي عاجباهم لازم يدفعوا. طبعا يا فندم طبعا. باي باي. باي باي. باي باي. بس يا فندم مش لما نستنى لما يبتدوا نشر وبعدين نملي صوتنا عليهم. خليك انت في حته بتاعتي. حاضر. اصلك مش فاهم حاجه، دول ناس بيحوشوا المزيكا بتاعتي علشان يكتسحوا بيها الموسم. فاتتني دي يا فندم. انا والله حاسس خلاص اني وصلت. عقبال ما اوصل انا كمان يا فندم. اصل لي طلب عن اسمه. قوي قوي. اي حاجه عاوز سلفه؟ اسمح لي يا فندم، انا طالب ايد جهاد. انت يا فندم مش قد المال. انت عوطني. نسيت امتحان التمثيل بتاع السينما، الشركه تعاقدت معايا 5 سنين وادتني دور البطوله. وكام العقد؟ 100 جنيه في الشهر اول سنه و 300 جنيه في الشهر الثاني سنه. علشان كده كنت تتغيب كتير وكل ما اسالك تقول لي كنت بدور على شغل. والله يا فندم كنت بحافظ على احساس سموك. انت تستاهل 300 جنيه في الشهر، دول مغفلين. رايهم كده؟ وعاوزني اجوز بنتي لواحد ممثلاتي؟ عجايب.
عايز اقول ممثل زهورات. اسمع يا ابني، شيل الفكره دي من مخك خالص، فاحسن والله يطرد. هو عيب يا فندم ان انا اطلب ايدي لهنا. انت ناسي انت ايه وانا ايه؟ انا بشتغل، لكن سموك عاطل. اخرس! انا موسيقار، بألف موسيقى وببيعها. اسمح لي اشيل من مخك حكاية انك موسيقار وبتألف موسيقى وبتبيعها. نوتك مكدسة في المعادي فوق البيانو في فيلا سالم. شركة الاسطوانات اللي بتدفع لك تمنها اسمها ميرفت كريمة وشركاها. انت كذاب، انت مطرود. انا كذاب ومطرود اذا كان ده يرضيك. يا ولد روح اتفق مع جيهان على تفاصيل الجواز. ها؟ انت قلت حاجة دلوقتي؟ انت لسه ما رحتش المعادي؟ من فضلك أرجوك ما تلعبش بعصابي. انت بتتكلم جد؟ أنا من إمتى بهزر معاك يا ولد؟ يعني صحيح. روح يا شيخ مالك. بابا ما ليش شيخ روح. روح. يا ولد. تروح المعادي بالبيجامة؟ يا خبر. مالك يا ابني؟ بابا جرى له حاجة؟ أيوه. مالي؟ وافق على جوازنا أنا وجيهان. مبروك يا جيهان. عقبالك أنت كمان يا كريم. وبالمناسبة دي أنا عازمكم بكرة كلكم على رحلة. بابا هيكون موجود؟ طبعاً أكيد. مش قلت لك بابا مش هيجي؟ أنا عارفة هو مش عايز يشوف وشي. مش عارفة أقول لك إيه يا كريم. Ladies and gentlemen, your guide today is Shawkat Hilmi at your service. I have the pleasure to take you on a cruise on this magnificent river, the Nile. سيداتي وسادتي، يتشرف المرشد السياحي شوكت حلمي بصحبتكم على صفحة النهر العظيم النيل. إن نهرنا العظيم يرحب بكم. وهناك كلمة قالها المؤرخ العظيم هيرودوت، إن مصر هبة النيل. وقد كانت مصر كريمة دائمة فلم تحتفظ بالهبة لنفسها ووزعتها على العالم. أعطته حضاراتها التي نشأت هنا قبل الميلاد 5000 سنة. أرجوكم أن تنظروا إلى هناك. هذه إحدى استراحات الملك السابق التي أصبحت فيما بعد مجلس قيادة الثورة. نظرة إلى الوراء لتشاهدوا برج القاهرة، أعلى بناء حديث في العاصمة، وساب المتحف الذي حاطط نفسه فيه.